خرجت من هذه المحنة أكثر إيماناً بهاجر أكثر إيماناً بالمناضلات والمناضلات من أجل حقوق النساء و يعني كانت تجربة مفيدة إلى حد كبير. العفو الملكي عملنا واحد العرس وفرحه وبهجه في الحقيقه ماشي غير هاجر ريسوني فقط من كل التواقين والمتعاطفين مع القضيه ديال هاجر ريسوني. انا صراحه ما كنلقاش الكلمات ديال الفرحه والبهجه اللي كاينين.